السلام عليكم تلاميذي الصف الثاني الابتدائي. اليوم عندنا مراجعة عامة للمواضيع الداخلة في امتحانات نصف السنة. وصلنا إلى الفصل الثالث، جمع الأعداد المكونة من مرتبتين. عندنا الدرس الأول من الفصل الثالث، جمع ثلاثة أعداد من مرتبة واحدة. صفحة 42. تلاميذي، بهذا الموضوع أكو نوعان من الجمع. أستعمل جمع الضعف النوع الأول، أكون 10 النوع الثاني. يعني ينطي لي ثلاثة أعداد بالسؤال، العدد الأول، العدد الثاني، العدد الثالث، من مرتبة واحدة. ثلاث أعداد من مرتبة واحدة، من مرتبة الآحاد فقط. ثلاثة، سبعة، ثلاثة. ثلاثة أعداد من مرتبة واحدة. أستعمل جمع الضعف تلاميذ. طريقة جمع الضعف يعني أجمع العدد مع نفسه، أجمع العددان المتشابهان. ثلاثة زائد سبعة زائد ثلاثة. بالبداية أجمع العددان المتشابهان، أجمع ثلاثة زائد ثلاثة، يطلع الناتج ستة. ثلاثة زائد ثلاثة يساوي ستة. بعدين أجمع ستة الناتج مع العدد الثالث، مع السبعة. سبعة زائد ستة، الرقم الكبير سبعة بعقلي، وأطلع ستة أصابع. أكمل بعد السبعة، أعد أصابعي وأكمل بعد السبعة. ثمانية، تسعة، عشرة، إحدى عشر، اثنى عشر، ثلاثة عشر. الناتج ثلاثة عشر. هاي طريقة جمع الضعف. أما طريقة أكون 10 تلاميذي، عندنا المثال الرابع أو السؤال الرابع من فقرة أتأكد. ثلاثة زائد ثمانية زائد سبعة ينطي ثلاثة أعداد بالسؤال من مرتبة واحدة. أجمع عددان. طريقة أكون 10 يعني أجمع عددان بحيث ناتج جمع العددان يطلع 10. الناتج لازم يطلع 10. نجمع ثلاثة زائد ثمانية، الناتج 11، أكثر من العشرة ما يصير. ثلاثة زائد سبعة، الناتج 10. أجمع ثلاثة زائد سبعة يساوي 10. بعدين العشرة أجمعها مع الرقم الثالث، مع الثمانية. نجمع العددان. ثلاثة، ثلاثة مع سبعة، ثلاثة زائد سبعة، الناتج يساوي 10. بعدين أجمع الرقم الثالث اللي هو ثمانية مع العشرة. عشرة زائد ثمانية يساوي 18. الناتج 18. هاي طريقة أكون 10. عندنا فقرة أحول، صفحة 43. سؤال رقم سبعة، أستعمل جمع الضعف. السؤال السابع، أربعة زائد أربعة زائد ثمانية. تلاميذي، قلنا جمع الضعف يعني أجمع العددان المتشابهان. أستعمل جمع الضعف يعني أجمع العددان المتشابهان. أربعة زائد أربعة متشابهان، أجمع العددان. أربعة زائد أربعة يساوي ثمانية. بعدين الناتج ثمانية أجمعها مع الرقم الثالث. ثمانية زائد ثمانية، ثمانية بعقلي، هاي ثمانية تلاميذي بعقلي، وأطلع ثمانية أصابع. أكمل بعد الثمانية، تسعة عشر، إحدى عشر، اثنى عشر، ثلاثة عشر، أربعة عشر، خمسة عشر، ستة عشر. الناتج ستة عشر. وباقي الأمثلة نفس الشي تلاميذي. عندنا موضوع آخر، الجمع مع إعادة تسمية الآحاد. عندنا السؤال الأول من فقرة أتأكد، صفحة 44. بجدول القيمة المكانية منطي لي عددان، 37 زائد 8. أجد ناتج الجمع. 37 زائد 8، مثل ما تعلمنا تلاميذي نجمع الآحاد مع الآحاد. 7 زائد 8، الرقم الكبير ثمانية بعقلي، وأطلع سبعة أصابع. أكمل بعد الثمانية، تسعة عشر، إحدى عشر، اثنى عشر، ثلاثة عشر، أربعة عشر، خمسة عشر. الناتج طلع 15 تلاميذي. ما يصير نكتب عدد مكون من مرتبتين جوا مرتبة الآحاد بالناتج، ما يصير نكتب مرتبة الآحاد رقم واحد، رقم واحد فقط، ما يصير نكتب عددان أو رقمان جوا مرتبة الآحاد. نقسم العدد من الوسط، الناتج مكون من مرتبتين من الآحاد والعشرات، نقسم العدد من الوسط، الآحاد، الخمسة آحاد،
أكتبها جوا آحاد، والعشرات واحد أنطيها هدية لمرتبة العشرات أكتبها فوق الثلاثة فوق العشرات، بعدين أجمع واحد زائد ثلاثة يساوي أربعة، الناتج أكتبه هنا تلاميذي، الناتج أربعة، 45. عندنا السؤال الثالث من فقرة أحل صفحة 45، أيضا منطلي عدد من جدول القيمة المكانية 18 زائد 5، نجمع الآحاد مع الآحاد، 8 زائد 5، الرقم الكبير 8 بعقلي وأطلع 5 أصابع، أكمل بعد 8، 19 11 12 13، الناتج طلع 13، مثل ما تعلمنا تلاميذي ما يصير نكتب عدد مكون مرتبتين جوا مرتبة الآحاد، نقسم العدد من الوسط، الآحاد الثلاثة آحاد أكتبها جوا الآحاد بالناتج أكتب 3، والعشرات واحد أنطيها هدية لمرتبة العشرات، هاي مرتبة العشرات تلاميذي أكتبها فوق مرتبة العشرات، بعدين أجمع 1 زائد 1 يساوي 2، الناتج أكتبه هنا تلاميذي 2، الناتج 23. هل أحتاج لإعادة تسمية؟ نعم تلاميذي، تحطون كلمة نعم، أكتب العدد، الناتج 3 آحاد 2 عشرات، 3 آحاد 2 عشرات. عندنا السؤال السادس أيضا 37 زائد 3، أجمع الآحاد مع الآحاد، الرقم الكبير 7 بعقلي وأطلع 3 أصابع، أكمل بعد 7، 8 9 10، الناتج 10، طلع من مرتبتان، رقم مكون من مرتبتان، الناتج أقسم 10 من الوسط، 0 أكتبها جوا الآحاد، والواحد أنطيها هدية لمرتبة العشرات أكتبها فوق فوق مرتبة العشرات فوق 3، 1 زائد 3 يساوي 4، الناتج 40. هل أحتاج إلى إعادة تسمية؟ نعم، أكتب الآحاد 0 مرتب، الناتج آحاد 0 والعشرات 4، الناتج 40، وباقي الأمثلة نفس الشيء تلاميذي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.